كلما قرأته أكثر شفع لك ودافع عنك أكثر. وسيزيد حبك للقرآن إذا تأملت أيضا الحسنات التي ستحصل لك منه إذا قرأته. كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هل تستطيع وأنت تقرأ القرآن أن تستشعر الحسنات وهي تتزايد من حولك وكأنك تراها تزيد حسنة حسنة؟ كل حرف من القرآن بعشر حسنات. أنا حسبت بنفسي سورة الكوثر فإذا فيها تقريبا 500 حسنة. الفاتحة فقط تحتوي على أكثر من 1500 حسنة، ولك أن تحسب بقية المصحف. والله والله لو أن كل حرف كان بعشرة دولارات نقدا لما بقي أحد إلا وبيده مصحف. طيب أليست الحسنات أغلى؟ استشعر أنت الحسنات أثناء تلاوة القرآن، والله إنه لشعور رائع يغير طعم قراءتك للقرآن إذا استشعرت الحسنات. ولا أدري، ربما تصل إلى مرحلة بالتلاوة كأنك ترى جبالا من الحسنات حولك، ترى الحسنات مضيئة نورها يوم القيامة سيسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأنت تقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وتستمر بالقراءة لتجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات إلى أن تشتري الجنة.